دكتور زغلول، اليوم وول ستريت جورنال، هذه الصحيفة الأمريكية المعروفة، تنقل بعض من الرؤى للمحللين الأمريكيين وتقول يبدو بأنه كان من الخطأ نشر الجنود الإسرائيليين للفيديوهات التي أوضحت اللحظات الأخيرة في حياة يحيى السنوار، بمعنى أنه كان مشتبكا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وأنه قاومهم حتى الرمق الأخير في حياته، ويقولون بأن هذا الأمر تسبب في أنه يصبح أسطورة لدى البعض على حد قول الصحيفة الأمريكية. بماذا تعلق؟ والله الذي يعرف هذا الرجل يدرك أنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله، وأنه كان يتميز بثقة هائلة يعني في نصر الله سبحانه وتعالى، ولذلك عاش يعني في قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة عيشة عادية تماما، لم يتخفى عن الأنظار ولم يختفي يعني في نفق من الأنفاق، بل عاش التجربة كاملة، لأنه كان واثقا من أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وإذا جاء أجل الفرد منا لا تصبح أي قوة على وجه الأرض أن تحميه، وبالفعل قاوم القوة الغازية مقاومة شديدة، وأصاب منهم العدد الكبير من ضباط وجنود، وهابوا هذا الموقف هيبة كبيرة، حتى يعني تمكنوا بالأسلحة المشروعة وغير المشروعة من قتله. ويعني الموقف يوحي بأن المقاومة كانت شديدة، وأنه أصاب من جنود الصهاينة أعداد كبيرة من الضباط والجنود.